جواز التخلف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجورا منفوذا وعجزت نفسه أن تتحمل هذا، كما فعل صاحب كعب بن مالك رضي الله عنه، لأنه لا شك أنه من الضيق والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع الجماعة لا يسلم عليه ولا يرد سلامه ومهجور منبوذ، هذا يضيق به نفسه ذرعا لا يستطيع، وهذا عذر كما قاله العلماء.